السلام عليكم. اليوم عندنا عملة من الذهب نادرة جدا لحضرة جلالة الملكة بمناسبة عيد ميلادها 80. تمسك هذه القطعة النادرة جدا، طبعا هذه قطعة صعب الحصول عليها نهائيا، طبعا متوفرة عندي اللي يبيها. تمسكها مناسبة عيد ميلاد الملكة 80 سنة 2006، طبعا مولود الملكة 1926 إلى 2006، صارت 80 سنة. وهني نشوف التاج الإمبراطوري البريطاني، أشهر حجرين، أشهر ثلاث أحجار، نجمة أفريقيا الثانية، ياقوتة الملك الأمير الأسود، والفوق للسانت إدوارد اللي هو القديس إدوارد ذا كونفيسا سفير. هذه بالصجي طبعا، مو هني، هني حاطين بس ألوان. طبعا لو كانوا حاطين أحجار كانت راح تكون شيء خرافي، يقدر اللي يشتريها يروح يركب لها. طبعا قطعة ما شاء الله حجمها، الوسع الوجه هني الدايميتر 3 أنصات تقريبا من الفضة، نفس الحجم سايز، ضعفينها هني شوي فمعطتك حجم 3 أنصات فضة. وجه العملة $300، ومن الخلف حضرة جلالة الملكة إليزابيث تمسكها من دار السك الملكي الكندي. طبعا هذه القطعة نادرة جدا، ما راح تشوفونها مكان ثاني الا عندي. اتمنى تحطون لايك وتعليقات لان الفيديو لقطعة وايد نادره.